هذا جاري انجن جاي المستقبل تاع مسكين ان سبورتيف بيان ديسيبليني لاباس عليه. الموت نتاع هذه جاتنا مفاجاه والله لا رانا سيربري طول المدرسة سيربري هنايا. وانسان قليل ابويه قليل حمل القران هو ثاني حمل القران باسمي وباسم جميع جوار اللي كانت مدية سعيدة نطلبوا لها الرحمة إن شاء الله وتعازي خالصة للعائلة تاعه إن شاء الله ربي يصبر والديه وربي يرحمه. وما زال الأمر مجهول ماذا بينا الأمن يكون في هذه الغابة لأن موليداتنا راهم يلعبوا ثم وراهم يترينوا ثم ونتمنى له إن شاء الله الرحمة إن شاء الله. بسم الله أنا والخالد ضحية هاد الفاجعة ألمت بينا في هاد الوقت ما كناش توقعوها. كان إنسان بشوش ورياضي ومعروف بأخلاقه نتمنوا له إن شاء الله الرحمة نترحموا له هاد الفاقد ربي يرحمه إن شاء الله ويكون من أهل الجنة. وثانيا بغينا نهضروا على هاد لافوري هاد الغابه ان شاء الله يوفروا لنا فيها الامن باسكو راه كاين بزاف 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 لي جان راهم يروحوا يترينوا تما ونتمنوا ان شاء الله باش تتساوى بالامن. بصفتي لاعب كره اليد ان شاء الله نترحموا على هذا الفقيد وان شاء الله يكون من اهل الجنه.